بعض اسالها، انت مثلا واحد علاقاتك في الوسط الفني كويسه، الحمد لله. غير ان اخوك ممثل، غير كده شيرين مثلا صاحبتك قوي، ليه مثلا عمرك ما عملت مع شيرين دويتو؟ لا هو انا هو يعني انت كل اللي اتكلموا عليه، انت اتكلمت عن هو خناقتها هي وجوزها ومش عارفه ايه، لا ودبسوك في والله ما اتكلمتش في حاجه. دبسوك مش دبسوك قادر، لا انا عايزه مش اعرف، قادر يعني، يدك تحس ان بتمنعك هي انك لا اصل انا تقعدي قاعده فنيه. عايزه اصلح الموضوع ده، انت دبسوك في الموضوع انا ده؟ طبعا ما اعرفش اصلا الموضوع ده اصلا ايه، ولا يعني طلعت قلت هما اتخانقوا مع بعض وكده لا فعلا؟ خالص ولا قلت لا لا الكلام ده اصلا، ولا شفتهم اصلا اتخانقوا مع بعض ابدا. يعني علاقتي بيهم طيبه جدا وبشوفهم. لا الكلام ده اتقال عن لسانك كده طلع يعني؟ لساني، لا ده طلع لساني حاجات بقى يعني كتير يعني، ما قلتش منها ولا حاجة؟ خالص خالص خالص. الناس أحمد علاقتي سعد بيها كان موجود وفض بينهم و... يا دي حاجات، بس دي حاجات انا باخد عليها يعني، انا كده كده يعني مثلا لكن أنت عارف هم علاقتهم كويسة ولا طبعا لأ؟ جدا. انا كده كده اصلا يعني بتشتم 3 ايام في الاسبوع، مواظب عليهم الحمد لله. ما انت برضو مش غريبه، انت لا مش غريبة. اه انت يعني كده كده في ناس مواظب برضو عارفه، ففي ناس اشاعات بتطلع وحاجات كتير بتطلع، فما ببقى بسيبها بقى عادي يعني. بس طلعت قلت يعني الناس كويسين، ونزلت صوره معاهم انا واحنا الثلاثه والناس كويسين. لكن مش انت اللي قلت انهم كانوا متخانقين وكده صلحت بينهم يعني؟ لا 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 خالص، هما بالعكس لما انا سمعت زي زيهم. انت لما طلعت ان انت كويس معاهم هما الاتنين دي، الناس افتكرت ان انت فعلا قلت انهم متخانقين وانك صلحت بينهم بعد كده؟ لا ما اعرفش الناس افتكرت ايه، انا ما اعرف انا تكذبش قلت قول ايه. الحقيقة. خلاص ارفع ايدي فوق. لا قول الحقيقة بجد. وائل اللي انت جاي عشان، وانت نسيتي وائل، لا قول الحقيقة مش كنت بجد. متعاطفه معاه؟ لا لا مش علشان حاجة، عشان عايز اعرف ممكن تكون فعلا الاشاعات بتطلع من غير سكراتش حتى، يعني من غير حتى اه في يعني كده، كان في نواة لا ولا في لا كده، في ولا كده مفيش طبعا، نواة اصلا؟ لا في كده طبعا، لا لا مفيش انا نواه قصدي اصلا. اقول ايه، ان احنا لما بيطلع علينا اشاعات بنبقى قلنا حاجة صغيرة واتبلورت حاجة تانية، فانا اللي بفهم بحاول افهمه منه دلوقتي ان ما كانش اصلا في كلام اساسا، ايوه بس لا خلي ولا بالك، شيرين كلمتك قالت لك انا زعلانة منك لا انت لا لا قلت كذا كذا و... خالص اصلا. لا انت اصلا اصلا بتقولي الموضوع يعني، انت مش يعني مش قايلاه صح. هو الصح بتاعه ان نزل خبر بيقول ان شيرين عبد الوهاب وحسام اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض في الشارع، واحمد اه سعد واقف بينهم اه وحجز بينهم. اه انا اصلا ما شفتش شيرين في اليوم ده اصلا خالص. هم قالوا امبارح احمد مش عارف ايه وعمل كده، انا ما شفتش اصلا شيرين خالص. كلمت حسام وشيرين قلت ايه ده، طبعا انا لما نزل الخبر ده قريته، ايه ده رحت مكلم شيرين قلت ايه ده شيرين، ايه الخبر ده، ايه اللي هو كلمت حسام، ايه اللي الخبر ده مش فاهم يعني، انا مش فاهم ايه يعني. الناس عماله تكلمني بهستيريا، كل صحفيين مصر والوطن العربي هي اتقلبت، مكلميني مش عشان ناس بقى بتحب شيرين. عشان اقول يعني رايي في الموضوع. فانا ما رديتش خالص على فنزلت حاجه. رحت لهم اتصورت معاهم ولا عملت ايه؟ لا 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 خالص، نزلت صوره معاهم، كنا انا وهي مع بعض، كنا مع بعض اصلا، كنا حتى انا كنت الدقن ساعتها ودلوقتي حالة الدقن. اه قديمة يعني. اه فرحت نزلتها قلت يا جماعه ناس كويسين جدا مع بعض ومفيش اي حاجه. بس ما فكرتش ليه بقى تعمل دويتو في يوم من الايام مع شيرين مثلا؟ بص هو اكتر حاجه ممكن يعني اكتر شيء يعني نصيحه مني انك تبعد عنها هو شغل الاصحاب والقرايب. حتى لو دويتو؟ لا لا ولا اي حد. ايه ممكن تتخانقوا عشان بصي دويتو قصدك؟ يعني لا مش نتخانق ولا حاجه، بس انا عمري مثلا ما جه على بالي ان انا وشيرين بنروح مثلا نقعد مع بعض نتكلم نهزر نضحك، عمري ما جه في ما بالي ان انا، فكرتش لا لا خالص. خالص ما جيش في بالي كده. يجي في بالي مع حد تاني يعني، ما زي يعني مثلا يجي في بالي مع اصاله واكلم اصاله مثلا، لا تيجي نعمل مع بعض ستين كبار قوي. ده بالنسبه لي يجي في بالي. مش معنى كده مش بقلل من شيرين او بزود من اصاله، لا بس يعني عشان انا شيرين علاقتي صاحبتك بشيرين قوي. قوي. عارف انت لما حد تعملي يعني عايز تعملي حديث مع ابنك زي ما مثلا، احنا مش عارفين نعمل حديث انا مش عارف اتكلم.